السلام عليكم الاخوان. قبل ما نبداو هذا الفيديو كنتمنى منكم اللي شاف هذا الفيديو يخلي واحد التعليق يقول فيه نعلت الله على المنافقين، نعلت الله على ناكري الجميل، وتحياتي لكم وفرجة ممتعة. انا اللي اكتشفت ان هذول الادوات الساقطات والعائرات اللي حاربوني عندهم الاذن والاوكي من الامن المغربي اللي عمل معايا عمايل لن انساها ولن اخفرها ولن اسكت عليها. بالنسبه للامن المغربي اللي عمله انا معايا والتضييق، ووقف احوالي ووقف اموالي ووقف شغلي ووقف حياتي في مشروع في المغرب يا جماعه، لشيطنة الإنسان الفلسطيني وبعد الله، لا في التعامل معايا لا في التعامل مع المؤسسات الفلسطينية المواطنين الفلسطينيين. اليوم بقول للفلسطينية الأحرار اللي بده يفكر يجي على المغرب، المغرب ضد فلسطين كمؤسسة كدولة، بده إنه في تعليمات مؤكدة من الصهاينة للأمن المغربي بتضييق الخناق على الفلسطيني. أنا شفت الويلات على أيديهم، مش شرط إنه تنحبس أو تنضرب. الفلسطيني يهان 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 في المغرب، التعامل سيء، تعامل سيء من قبل الدولة المغربية مع الفلسطيني. وبأدلة كثيرة عندي على صعيد الشخص وعلى صعيد ناس ثانية واجيبها بالدليل وبالأسامي. الفلسطيني يهان، اعلنوها على الملأ، المغرب ضد فلسطين. السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنخصوا لواحد الفلسطيني اللي أنا ديجا درت عليه واحد الفيديو نهار كان خرج كيتبندر علينا هو وبنته كيقول لك المغرب ما المغرب، وخرج كيتهم بها علينا وقال لك أنا غادي ندير وغنفعل. هذاك الفلسطيني نبغيكم اليوم ترحبوا بهذا الفلسطيني الحقير منعدم الاخلاق عديم الشرف عديم الانسانيه، منحط، انسان دنيء، انسان منافق، ناكر للجميل. نبغيكم كاملين ترحبوا به معايا في هذا الفيديو، وبغينا هذا السيد هذا يدوز واحد أكفس ساعة في حياته أو لا أكفس يوم في حياته. بكم انتم إخواني أخواتي غادي نربيه وغنربيه أي واحد يتجرأ يدير بحاله. يلا نبداو هاد الفيديو ونخليكم تشوفوا هاد النكر الجميل أشنو كان كيقول على المغرب قبل واش ولي كيقول على المغرب من بعد. نبغيكم كاملين كاملين ترحبوا بهاد الماكر هادو هاد الناكر الجميل، هاد الفلسطيني اللي كان ديجا درت عليه واحد الفيديو اللي خرج هو بنته وكيتنفخ وكيتكبر على المغاربه. نبغيكم كاملين تساندونا ونبغيكم كاملين ديروا لايك وديروا واحد التعاليق باش يعرف معاه من هو وشكون هما المغاربه اللي كنرحبوا بجميع الناس. رحبنا به وكبرنا ليه الشان وعطيناه واحد القيمه اكثر من اللي كيستحق. وانا دائما كنقولها كنقول لكم ما تبقاوش تتعاملوا مع المشارقة وما تبقاوش تدخلوا عندهم في الفيديوهات ديالهم وتكبروا لهم القنوات ديالهم، كيديروا كيشبعوا على ظهركم وكيشارجيو لادسنس على ظهركم وكيديروا لاباس على ظهركم، في الاخر كيقلزوا لكم. وشوفوا هذا الناكر الجميل كيفاش قلز المغاربة كاملين. انا دائما كنقول لكم لا جزائري لا مصري، كل من يطبل للمغرب فهو من اجل مصلحته الشخصية. راه ما كاينش شي واحد يجي يقول لك انا كنحب المغرب ولا كنبغي المغرب ولا المغاربه، كيقولها لانه كيعرف بانه كيعزف على الوتر الحساس، كيعزف لكم على الوتر الحساس المغاربه، وكتولوا داخلين هاجمين عليه وتلايكوا لي الفيديوهات وتطلعوا لي القناه وتطلعوا لي لادسنس، وفي الاخر كيقلز لكم بحال ما ها. حاشاكم حاشا اي مغربي حر. الله يجازيكم بخير، اعطيهم النخال. اي واحد اي مغرب اي مشرقي كيف ما كان اصله وفصله، بمجرد انه يتكلم عن المغرب سواء عن المنتخبات المغربية او عن الكرة المغربية او عن جميع الاشياء المغربية، النخال. ما تسوقوش لهم لانه كيسترزقوا بكم، لان المغرب اصبح علامة تجارية لدى المشارقة، واللي بغى يكبر الكونت ديالو كيدير، لانه كيدخل كيعزف لكم على الوتر العساس، كيعرفنا حنا عاطفيين. وغنخلي لكم واحد المقطع من هذا الفيديو ديال هذا المتملق، هذا المسترزق، هذا النكره، النكر الجميل اللي جا المغرب
جا جيعان وشبع وكبرتو ليه الكونت ديالو ودار لاباس ودار فلوس ولا دار تجاره وتحرك في الاخر نهار خرج من المغرب واللي يقول لهم حنا المغرب ضيقوا عليه السلطات المغربيه وقال لك ان السلطات المغربيه ضد الفلسطينيين وان السلطات المغربيه الدوله المغربيه كيجوها اوامر من اسرائيل باش ان تضيق الخناق على الفلسطينيين وخارج كيقول لك ان المغرب جردوه من الاموال ديالو جردوه من المشاريع ديالو حتى شي مشاريع عندك عندك مشروع واحد اللي هو ام شنطه دخلتي بها للمغرب ودرتي لاباس على ظهرنا وخرجتي يا المنافق شوف وجهك كيف دخلتي وكيفاش خرجتي اخواني اخواتي غنوجه لكم نداء كاملين نتوجه بهذا السينياليو فيما دار شي فيديو تسينيالا يعني ان هناك الجميل دخل شي عام وخرج شبعان ومازال كيهضر خرج شوف وباش تعرفوا المكر ديالو تعرفوا بانه انسان نكر ومنافق اش كان كيقول على المغرب في الاول هانتوما غتسمعوا واش ولا كيقول على المغرب المغرب قال لك في الاول كان مغرب جميل وكتدخل ليه وما كاينش اللي كيتحاسب معاك وبالعكس الدول الاخرى كتمشي كدوز على المخابرات وصعب انك تدخل الفلسطيني يدخل شي اي دول عربيه اخرى ولا اي دوله صعيب عليه باش يدخل لانه بعد كيدخل اول حاجه كيدوزوه المخابرات قال لهم انا المغرب دخلت فاسيمو السلطات تعاملت معايا مزيان في الاخير ولات السلطات اسيدي كتضيق عليه الخناق وهذا دليل الكلام اللي كنت كنقول في فيديوهات اخرين لا ثقه في شي عربي كيف ما كان نوعو اللي بغي يعاون يعاون ولد بلادو طلعوا الكونتات ديال ولاد بلادكم وطلعوا الفيديوهات ديال ولاد بلادكم كيف ما كان نوعو ولد بلادك شي حتى ولد بلادك الا ما صدقش وما صدقش فيه الخير الفلوس اللي كيصورها كيخسرها في بلادك ماشي كيحولها لبلاد اخرى شي فيديوهات بعد كيطلع اي مغربي كيف ما كان نوعو طلع فيديوهات كيف ما كان واخا يكون ناكر الجميل واخا يكون ندير اللي داير المهم الا صور فلوس غيخسرها في بلادو غيشري بها غيتقدى غيروج في الاقتصاد ديال بلادو هاد المغاربه انتم خصكم تعاونوا بعضياتكم وتطلعوا الكونتات ديال بعضياتكم والاجانب كروه حمراء المهم وصلنا لاخر هاد الفيديو تحياتي لكم اخواني اخواتي كنجدد الدعوه لكم ما تبقاوش تبعوا هاد المشارقه وهاد الناس اللي كيتاجروا وكيسترزقوا بالعالم المغربيه اللي اصبحت علامه عالميه المغرب ما يحتاج شي واحد باش يرفع عليه الدرابو حنا ولاد البلاد كنرفعوا الدرابو ديال بلادنا وحنا كندافعوا على ولادنا وندافعوا على بلادنا وعلى ولادنا ما خطا ما كاينش شي مغربي اي واحد كيدخل عرف راه عنده مصالح شخصيه باغي يقضيها وكيديرنا حنا وسيله وطريقه باش يحقق المآرب ديالو انا كون قال لكم بحال المصريين دابا كلهم دخلوا كيبداو يهضروا على المغرب كلهم حتى واحد ما بقاو تجاوبوا صاحبي علاش كتدخلوا عندو علاش هو كون كان فيه الخير يهضر على بلادو علاش كيهضر على المغرب علاش لان عارف بعد كيهضر على المغرب كيعزف لكم عاد الوتر الحساس يخاطب بالمشاعر ديالكم كيخاطب العاطفه وبالتالي حنا كنتساقوا ونهار كيوقع شي مشكل ولا سوء تفاهم يخرج يبدا يسب فيكم كاملين يلا اخواني اللي عجبك الفيديو دير لايك واشتراك وخلينا شي تعليق واعطونا رايكم في هذا الشيء اللي في هذا الفيديو تحياتي لكم والى اللقاء ولكن المغرب انا ما نكذبش عليك انا بان لي تعامل الناس مزيان من المطار حتى الامن احنا ما بدناش نكس على هذا الموضوع بالعكس الامن في المطار هو اللي خلاني اقول هاي البلاد ممكن اقعد فيها على مرجع بلادي لانه احنا فلسطيني هذه معلومه للجميع باش يسمعوها اي دوله بنزلها ما بنزلش طبيعي في المطار ما فيش مرحبا باسبورك وتفضل انت في بلادك لا فاي دوله بتنزل باخذوا جوازك ولازم ينحجز عند المخابرات وبعد ثلاث ايام تمشي تقابل وعليه جاي وفين غادي وفين ساكن ولكن هنا في المغرب اول ما نزلت في المطار اخذ الباسبور تبعي اهلا من وين فلسطيني من غزه مرحبا تفضل انا تفاجات بك انا قلت له تفضل فين بالعاده احنا كنتفضل على المخابرات على طول الفلسطينيه اي دوله ما كتشوفش جوازك تفضل على المخابرات قال لي تفضل هو باب الخروج ديك الساعه قلت هاي البلاد زوينه حيت اول تعامل بصراحه بصير معنا هيك يعني نزلت الاردن نزلت مصر نزلت هنا فين ما تمشي لازم تقابل مخابرات وبعدها شفت الناس بتعاملوا كثير محبه مع فلسطيني خاصه ما اقول فلسطيني لما تقول له فلسطيني فجاه بتصير دمعه الحزينه بتصعب عليه وقت تكون به خير كتصعب عليه فكيعطيك واحد اللمسه انه انت بقيت فيه بناء عليك تتعامل معامله خاصه فهم عندهم
فلسطين والشعب الفلسطيني عنده استثناء في التعامل، ولكن الفلسطيني مميز في التعامل. يعني هذا اللي لاحظته على مدار